أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع ترقيم الإبل الإلكتروني، والذي يهدف إلى تخصيص رقم إلكتروني لكل رأس من الإبل بهدف إنشاء سجل خاص لحفظ بيانات ومعلومات المربين وقطع عنهم، وبناء سجل إلكتروني لكل حيوان تسجل فيه جميع بيانات الأمراض والتحسينات الخاصة بالإبل من أجل تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف لدى المربين، وتسجيلها بأسماء مالكيها وحفظها في سجلات الوزارة، ما يقلل من السرقة والخلافات حول ملكيات الإبل. ترقيم الإبل إلزامي لجميع ملاك الإبل بموجب القرار السامي لمجلس الوزراء، وستكون هذه الخدمة مجانية لستة أشهر، ويمكن أن يتعرض المتخلفون عن هذه الفترة إلى عقوبة إيقاف الخدمات وقد تصل إلى الغرامات المالية. فبادر بالتسجيل في هذه الخدمة من خلال التوجه إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة www.mewa.gov.sa ثم النقر على دليل الخدمات. توجه إلى قائمة الثروة الحيوانية وفيها ستجد أيقونة طلب ترقيم الإبل، بالنقر على تسجيل جديد سيتيح لك النظام إنشاء حساب خاص بك. قم بتعبئة الحقول التالية بالبيانات المطلوبة. بعد إتمام المطلوب انقر على تسجيل جديد. ستظهر لك قائمة بالشروط والأحكام، قم بقراءتها والتأكد من التزامك بها ثم انقر على وافق على شروط. الآن ستصلك رسالة على جوالك برمز التفعيل للحساب، قم بإدخال الرمز في الحقل الموجود ثم قم بالنقر على إرسال الكود لتفعيل الحساب. الآن أصبح لديك حساب مفعل بنجاح. للدخول إلى حسابك سيطلب منك أولاً إدخال الهوية الوطنية، ثانياً إدخال كلمة السر، ثم النقر على دخول. في الصفحة التالية ستجد قائمة تتضمن 4 أعمدة، توجه إلى طلب جديد. هنا تستطيع إرسال طلبك الجديد لترقيم الإبل. قم بإضافة عدد الحيوانات التي تريد ترقيمها، بعد ذلك قم باختيار المدينة الحالية لتواجد الحيوانات ثم اختر أقرب مكتب إليك ليتم الترقيم فيه. بعد التأكد من صحة المعلومات قم بالنقر على إضافة طلب جديد. بعد إرسالك للطلب قم بمراجعة جهة الوزارة التي تم اختيارها من قبلك لتقديم الخدمة وتحديد موعد لترقيم الإبل التابعة لك وإدخالها في الموقع تحت اسمك.